بلدي وحدا دمت منتدى واحدا عشت في الاوطان لهناك في الدنيا ان هنا نحيا بشعب الله الوطن الملك. احتفالات الشعب المغربي بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، دون أن ننسى كذلك أن هذه الندوة تأتي كذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالسنة الأمازيغية التي هي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وهويتنا المغربية. إذن دون الإطالة أحيل الكلمة لرئيس جمعية تيزة للسياحة والتراث. والسلام على سيد المرسلين وعائله وصحبه. حضارة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جمعية تيزة للسياحة والتراث بمن شكر، وهي تنظم هذه الندوة بشراكة مع منظمة التجمع المغربي لحقوق الإنسان، تتقدم بأخالص التحيات والشكر والتقدير لكل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذه الندوة الثقافية المنظمة تحت شعار التراث الشعبي ودوره في تكريس الوحدة الوطنية. باسمي الخاص وباسم جميع أعضاء جمعية تيزة للسياحة والتراث ببني شكر، أرحب بضيوفنا الأعزاء الحاضرين في أشغال هذه الندوة المتميزة، وكل واحد باسمه وصفته. باسمي وباسم أعضاء الجمعية وباسمكم جميعا، أرحب بضيوفنا الكرام الوفد القادم من صحرائنا العزيزة المشاركين في هذه الندوة، كما لا يفوتني أن أشكر ضيوفنا من منظمة الملكيين عبر العالم الحاضرين معنا، وكل من تحمل مشاق السفر للحضور، ولكم جميعا كل التقدير والاحترام. أتمنى أن تروقكم وتستفيدوا من مواضيع الندوة ومدخلات الأساتذة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الريف والصحراء يعني هو وجدناه من خلال مجموعة من الأدوات ومن مجموعة من الآليات المستعملة في متحف البستان، وبالتالي أوجه من هذا المنبر تحية إجلالي وتقدير للأب عبد السلام أمغار على كل الجهود التي بذلها من أجل توثيق التراث، من أجل الحفاظ على هذه الذاكرة. أقول أنا غير جوج قسيسير سنت مازيغت نتحيي يا ثماثنا السحرة عريف السحرة دي الجن بدان قاريف غاري جوز قسي سير سنت مازيغت نهارشك نائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي يجو صوري في ضم قران في قيتي الداغ المتحف يتجمارا تفتخا الزيس ذيس الارث الجدود النغ تشما ذيس عريحث التاريخ النغ ومزروي النغ تشكاري غا الرئيس كذلك نبني شكار يديوسين يديقيني صوراف واني تلوف دا ضم قران ياث مثلا غن الصحراء دينا كنائب برلماني رميت سريد انه ذيني القرار الافراغ المتحفه يجا سنينين الشين ذي جن الحاج تهم مره اني خدمن القيار نتو السنا الطلبه النغ الباحثين ذي التاريخ المنطقه من دغاثيني تشيك ذاني تا باش تيري يجن تبرات زي مسؤول غمسؤول. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. شكا غطاس المواقع عيدا وفارا من درازي الطموبين، لأن الصحافة السلطة الرابعة نشينا من قضارة مزوع الأول نوذ بتغال متحفة الجنوة السيزي الجمعية وريا الجمعية انتزا إن نلقى واحد زعما يثمث هو مقاوم وسند زي الصحراء نشين الصحراء الشمال دي الجن، لأن الصحراء الشمال دي الجن، لأن تغي يستعمل خاف الغوص بانيو زي السنية النهار رامية الملك الراحل حسن الثانية إيكا رحمه الله يعرم خل مسيرة غتيريا وهو إمزورا إننا نحوه هو
دار وافع إقليم الناضلة خاصة السنية روحان يوضنا رماني ذا سنينا الناس مصافية الصحراء تقشانخت اسبانيا دورتها تابحة الوحن بخير وعلى خير سوامان التفاوت الشين سوين عقحند حارن الصحراء ولكن لم يتحارن الصحراء إني الجيراننا واي كبيرا نضمن إجل العصابة التمقرانت نضمن طاث بدأ نتقن المشاكل نبدأ رمية إنو ذاف غاس الصحراء بدأ أتى المواد الغذائية ذي المشية ربهايم إرغمان الكوشية عروياس إغان غيمز إغان إتوغا وقاقا ديال غروفا إتوغا خمي غير أحد يحدق ذي العيون نغذي طنطان زي العيون سوداي سكان كيسن المشية ربهايم ثيغاتين إرغمان غروفا عروياس نيقلي من النهضوة سكان تنسرو سنتان من غيساس دير موي دي العيون يغيفق عادة دي راح دي جماعة يسرمان تفنكيسن إدا تفنكيسن ثنائيين قوات المساعدة يعني نقان الشين سير سنت مازيغ تيري فيين تغاذ فوسا فوسيا نيات مادسن دي الصحراء دي الصحراء السنية تفنكيسن تشنسن زقوة قادية ثكورة غارفو ثنائيين مخزنية لأن تغال عصابة ثنية يكونن دي الصحراء ضدان ويناث ضدان الله الوطن الملك لان توتفن ذي الزوارق نيتي غروبا نيتي معنانين من بعد هجمن خي غروبا ولكن السنيه ودي من غيكن عاود السياسه المرحوم الحسن الثاني الله يرحم سيدي ربي العالمين لان امشنا من نهار اسبانيا يقولكين تستعرف تكركونسو نيغد الصافية ذي العيون نيغي الداخله لان غاس الغلط وها ما يمي غاس الغلط لان دير وقت اني رميت في الصحراء زير وقت اني اوروبا تكمل خداس الرخصه الابحار يغروبا يجمعن ديني لان الرخصه الابحار وهو قناص اسبونيا سينسيا دي بيشكا وهو خريمي يتخدسن صلي الله استعرفان الصحراء التمغرب اشتا الله الوطن الملك لانه وغاس الماني غا يعورن لان زبامي ينو اذا فغاس الصحراء نزني تخدسن على الرخصة المتحفة السيد النائب المحترم من غاد قمتني وذي المتحفة باش ويت كشيا المتحفة من غانق وهو انتكا الجمعية انتزا اذا نغدي استدعان ايقين مجهود في المتحفة دي يوغدان ايدي انخارتن اقل الجمعية انتزا الجمعية اثي انتمازيخت ذي ايث مثنا اسحراويا اذا يوضن انتكا خريع بالسلام ايقين المتحفة يجمع ذا الاثاء الحاشت الحاشت ايقيت ذا زعام 81 لا قبار لان مشانات توغا هي عام 70 غا السي عبد العزيز بارغي غش الله يرحمه لان وني غا توغا سياره التعليم السنيه من بعد يشرى خريع بسام ولا يسغي مشانا يلقى المتحف باش المتحف تقدي اقليم الناضوه لان نشين خميد غانغيتاس المندوب مثقفه المندوب خميد غانغيتاس قراش هذا غانا غانوال ولكن شي غانقتا تاريخ كتا زبانوال لان غانغي قليم الناضوا غانغ التاريخ نزوضا غانا ماني نقاس مازيغتي خساسا كساسا خساسا اللغه العربيه ولكن نقراس مدينات بني بوغافا ماني توغاثا مزوا ديها دي بويافا دي الجماعه نعزانان اقليم الناضوا دي رمدين توغاثا ندير توا اسبانيو خمي غا يحكم خون حبوس سعاد يتويت غا كاساسا غا مدينة بني بوغافا خميزي عام تساونت غا وادلو جهة تنتيطوان ولكن نشين مدينة بني بوغافا النهارا غا سيدي محمد الخساسي القاضين في مضرين عماس وهين في محمد تصوان سيدي مسعود قاينت هنيا سيدي بوزيد قاينت هنيا لان ثان دين تني توات تمقان خمي تمتان دين غاسن خرق وما خصما كيما خما يتوان طرن لان ماني غانغتوا عاود ديني رماسة نقاس مزيغة رماسة غروبا وهو استعرفت قناس ميناء البواخر
نسرع لان تو الحبوب ايدي تسن ماني سما تماسن دي مدينه بني بوغفا دي كاساسا تاحن غا مريت ميت ومريت مزيان ماليه في خا تحدي تحن لا اقليم النظار حوب. اذا زعما راني السيد البرلماني بانه مزروي النظار اقليم النظار ضم قران يكفي غادني دار مجموعه من الكتاب العالميين يتنتمن القبيله يا صاحب الخبز الحافي محمد شكري يكفي غادني دار مجموعه من الشخصيات يتجا تمثل عريف احسن تمثيل تغادي نجي للزياره للاخت نجاة بالقاسم يتجي استقبليت السيد الرئيس ذني تشك دار الرئيس نتقبيت نبني شيكار المتحف اقدي لازون النش سيد الرئيس من زمان كنيواتينيم باش تسمى الحكماني غنقرس القراره ويتيريشا رواني لم يدحضان مره يغن بابا يتهتمن التراث يتهتمن الثقافه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين زوات شكا يسحراوي غيضان غيوسين جماعه بني شيكا المتحف يغاد جار التاريخ ذاك قديم الطاس مش غيضان مزيان توغا عقله ومش انا توغا نتمنى سيد النائب المحترم عبد العزيز ولي غش وتشكا سيد النائب المحترم يدغان غيوسين تاني تي المواقع معنا مش من غيني غادي نتو هو مش كرئيس جماعه غادي تجي غير مجهود ضم قال باش واحد تنفذ هو القرار الافراغ وكيما لا وقع انا غادي نتجن القرار الافراغ زعما اجن جريمه غير جماعه اني خطا توقع دي الزياره دا غير المتحف توقع غير جوج دوا بعدا توقع ستيولا ان ملي وقع نغدا نتيج الانفلاق نتيج جاري ما بقيتي وغا غدا بودي جماعه ودي جماعه باش كاين اللي يقلي من الموضوع اللي كل واحد انتي بوش المتحف ام وانيتي يعني الناس واخا عشان الانفلاق ماشي مشكل قا انا عشان المتحف نغني ماني غنع ان المتحف الوحيد اللي غنغدي يقلي من الموضوع دوانيتي تسند غاسي ونجي باريا تزي العالم يكمل ومشهور للعالم يكمل عن اذا نشين انسان ديال الانفلاق نشين انزا سيده يدخل سيد تدان يحرك كيس جلس باش هذه غاشن تفاوض سيدا قليل شان حاجتو هي ديني وتجيبو غنعاون انت وتجيبو انا مش انا اللي جا المتحف جا الناس السيدا انت ماني غاشن انت الحظ النص يجي مشاني يقول انت يا زو غادا غيك المشكل ديالك على حساب يمكن دي شان الصراعات جارسا ولا شان حاجه ولكن شي كمجلس ترجع كمجلس كتكا ساكنه مارا لكن كان ممثلين مارا رئيسهم سيد النائب البرلماني غير كنغيبون يدولا حتى غنحاي وداني مقران اذا غيعاون باش نحاول ما امكن وتجنبوا القرار الافراغ المتحف شينا كيسند واخا غنكون وقفه الحجاج واخا السكان ساكنه شي زاستي دا غف نعوس مين زعما قاعد ديك الجماعه ندير المجهود باش نكعبوا الافراغ المتحف. شكرا سيد الرئيس الكلمه الاخيره للوفد الصحراوي مرحبا بكم في الناظور في المتحف شنو رسالتكم للجهات كامله على اساس باش يبقى هذا الارث ديالنا؟ احنا كمنظمه حقوقيه التجمع المغربي لحقوق الانسان مركزيتها الاقاليم الصحراويه وهذه اول منظمه حقوقيه وطنيه تعود مركزيتها العيون في اطار يعني ترافعنا حول القضيه الوطنيه ومشاركاتنا المتعدده يعني بإفريقيا وأوروبا وبالأمم المتحدة وبالشرق الأوسط للترافع من أجل القضية الوطنية. شنو دركاتي اكتشفنا هو أننا خاصنا نتجو خطاب جديد، خطاب أكاديمي، خطاب تقني، خطاب يعتمد على الإقناع لدى المنتظم الدولي ونبحث ونبشو في الذاكرة من أجل البحث عن معطيات قوة وعن أدلة مقنعة تقنية تثبت أن العلاقة بين الصحراء المغربية والشمال المغربي والمغرب وارتباطها بالبلد. احنا عرفنا هذا انبشنا في الذاكرة الحية وعرفنا عن متحف البستان، اكتشفنا متحف البستان. وهذا المتحف هو اللي اكتشفنا به احنا الناظور، واكتشفنا به جماعة بني شيقر، واكتشفنا به تاريخ قديم، واكتشفنا كنز غادي نستخدموه، ومعطيات قوة غادي نستخدموها في الترافع التقني والأكاديمي في القضية الوطنية، وبالتالي راه قرار الإفراغ هو جريمة في حق المغرب كامل، جريمة في حق القضية الوطنية الأولى، ويعتبر محو وطمس أي ملامح ديال العلاقة بين الصحراء والمغرب. راه منين غنحيدوا هذا المتحف راه طمسنا أي علاقة بين المغرب وصحرائه.
لان هنا معطيات قوه، هنا تاريخ، هنا ارث، هنا ملقى. صحراويين مع 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 بو عبد السلام مغار وساب كذاك، والسي الحمتي الحنيتي ومجموعه من الاخوان. وبالتالي هذا القرار ديال الاثار هو قرار غير صائب، وحنا كما دفاعنا وحماسنا بالدفاع على القضيه الوطنيه راه الى مشى هذا المتحف غادي يكون انكسار كبير. شكرا جزيلا. معنا كذلك ناخذ يعني وجه من الوجوه السياسيه البارزه. اولا السي مصطفى بوروا تكواس دماينو خا نختلف ان شاء الله السنيان الجديد انت مازيغت والمتحف هذه يري هذه قيم اخاس ندافع ماريتنا من داغ غاديني تكيجن كلمه مقتضبات تمزيان تشكي توغاي كاين خل مجلس الجهه نيغ من غاديني مره اتوض الخطاب نش. بسم الله الرحمن الرحيم. ذا مزوار سيس مينو يتمنو مارا الحاضرين ديدان نتشكى الاخوات الاخوان ان ايثمثنا في صحراويين في صحراويين يدغان غيوسين زي الجنوب اقل من الجنوبيه وسين دغان غا كان وحدا النهار لان ماش الاخوان اذا يزان مرا كينا جا الافراق تذكينا جريمه اي مازيغن جريمه اي مازيغن لان وديج المتحف ذي ستيم سرايني واسين فاو النغ ورد ديون النغ مستقبلا قال هذه مسرايين واهنت سيني وذاني النيمغان سنن دي مسرايين ذي الدان سنن دي الحاش الحاش سيسم انا ارقى ديح جاني غادة 30 سنة 35 40 سنة شنش الحاجة ذي النغ واتيسين مش اسقع الناس مازيغ سنة سنة مغرب اذن نشين مدى غوسين دلغان غي سمثن غي صحراويين دي صحراويين انطاح بالزيزن مارا غوسين دلغان ونشين كذلك كحقوقيين او كسياسيين نتمنى ان شاء الله ويتربوا الافراق ويتربوا شن حاصل مني لانه واغي يتمثل امازيغ خمين سوارث مازيغ يتمثل امازيغ يخسر يقيم يتمثل امازيغ قد يمسرين اذا يدنا دي المتحفة وان كان الشطة سوادة وديفق ولكن تحييق تحييق ان اذا يجمع يجمعن مرة حواجني وميوان السين الكثير من نواسين زي سنتي اسمه المازيغ الكثير وعندنا الكثير 90% وخاصة الشباب خواص قاعدين مسرين باش نتقع ولهذا نشواهم بالتطوير غطاس لان ربما الاخوان عبد الخزن تمني يتسمى غنقي موحد اندفع سواء على مستوى الاقليم او على مستوى الجهه او على مستوى المركزيه باش هذه يقيموا مشان هذا المتحف وهذه يقيم المتحف امازيغن لان اجن مكسب امازيغن وخاصه يقيم. اتقاد السي مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جميعا. تحيه لجميع المغاربه ريافه شلوح سواسه حسانيين وقبائل. تحيه لجميع المغاربه يهود ومسلمين ونصارى ومتدينين وغير متدينين لان المملكه المغربيه الشريفه تتسع للجميع المعتقدات وجميع العرقيات. كيف نعمل كسياسيين وكمجتمع مدني على محاربه العنصريه العرقيه والعنصريه الدينيه كمجتمع مدني؟ اذا كان هذا المتحف كما سمعت من الاخ كيقول بانه هو تدمير الثقافه الريفيه او امازيغ، لا بالعكس، هذا متحف كوني. نحن صرحنا وقلنا هذا الاعتداء على هذا المتحف يعتبر بمثابه جريمه حرب ضد الانسانيه، لان اللي موجوده داخل هذا المتحف لا تخص الريافه فقط او تخص الشيوخ او سواسة او العرب، بل تخص الكون، تخص العالم. هذه الذاكره، هذا التراث اللامادي، هذا التراث اللي ما يتقدرش بالملايير ديال العالم، يجب الحفاظ عليه. ووجهنا رسائل الى جلاله الملك حفظه الله ونصره، نناشده فيها بالتدخل لاجل حمايه هذا المتحف، لاننا في نظرنا نعتبر من المقدسات. فاذا كانت قدسيه وقارناه بان هذا المتحف لا يقل اهميه عن معبر القرقالات، وما ادراك ما معبر القرقالات، لان في نظرنا نحن كمواطنين صالحين معبر القرقالات ليس معبر عادي لمرور التجاره وعبر او تنقل اشخاص وممتلكات، انما هو مستقبليا كما نستشرق ان معبر القرقالات شريان للحياه المقدس، ليس فقط بين المملكه المغربيه الشريفه والجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه، وانما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي.
الذي نسعى إليه إن شاء الله بقيادة أمير المؤمنين صاحب جلالة الحسين. هذا المتحف دونه لا شيء، لأننا سنقضي الشعوب التي ليس لها تاريخ، ليس لها حاضر وليس لها مستقبل. هذا المتحف احنا كنحيوا عاليا المركز ديال الحقوق ديال السي ابراهيم، انه التجمع المغربي، التجمع المغربي لحقوق الانسان، وجد سعداء اننا نشوفوا كيف حنا كنهبوا نمشيو نزوروا معبر القرقالات ونفتخروا. ووجهت هذا النداء للاخوان الصحراويين في بوزدور، قلت لكم لماذا ما تجيوش تمسكوا تقولوا طنجه ديالنا وتقولوا مكناس ديالنا، حتى انتم بغيناكم تجيو تزورونا ونشوفوا القوافل ديالكم ونفرحوا بهم. إذن كنحييو عاليا، وأنا كنت جد متشوق أنني نلتقي بالسي إبراهيم، والحمد لله أن كاين منظمات حقوقية اللي فعلا عندها البوصلة موجهة للحقيقة، موجهة للدفاع عن الوطن. جينا في كلامك، جينا في إطار الوفاء، الوفاء ماشي للجمعية تيز، الوفاء للمقاومين ديال هذه المنطقة اللي شاركوا في المسيرة الخضراء. إذا كانوا هما جاوا وضحوا من أنفسهم وكسروا الحدود الوهبية وجاو داروا تلاقي مع 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 المجتمع الصحراوي خوتهم اخوانهم في اطار اللحمه الوطنيه، نحن نجدد في اطار هذا الوفاء، نجدد هذه اللحمه الوطنيه، نجدد هذا التماسك. وبالنسبه لنا الى كانت في اقصى تخوم الصحراء كاينه قرقرات، نحن لدينا البستان، وتدمير البستان هو تدمير لنا، واي تدخل في البستان غيكون على الجثث ديالنا. فهمني، نحن على استعداد بان قوافل من الصحراء، مسيرات من الصحراء، فهمني، وهذا قول وفعلا وليس مجرد كلام، لاننا نعي جيدا، نحن نبحث عن تاريخنا، وبالتالي عندما نجد هذه البوصله ديال الامل ونجد هذا الملقى اللي كنلتقوا فيه مع اخواننا في الريف من اجل الوحده الوطنيه، يدمر على اجسادنا، لا يمكن. نحن ندافع عن قضايا وطن، وسندافع بأرواحنا عن هذا المتحف. وهذا ما يقوله السي إبراهيم، هو التتبع، التتبع وتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب الجلالة. لأن لما كنتابعوا صاحب الجلالة في الخطابات ديالو الرسمية تتلج الصدارة، ولكن على أرض الواقع نجد العكس. ولهذا نناشد جميع، نناشد على رأسهم صاحب الجلالة نصره الله وإياه، ونشد جميع الافراد المعنويين والذاتيين اللي كيحبوا صاحب الجلاله، المسؤولين اللي كيحبوا صاحب الجلاله، وكينفذوا التعليمات ديالو انهم يتدخلوا باش يوقفوا. احنا كنا كننتظروا، لان فاش درنا الزياره في شهر 3 2021 في شهر 3 من هذا المكان وجهنا رساله مفتوحه الى جلاله الملك، ما وجهناش مكتوب ولكن عبر الهاتف، لان غيقراوها المسؤولين اللي هما مخلصين لصاحب الجلاله، باش هذا المتحف يطوروه يتطور وتحت القياده. كيف يعقل ان السي عبد السلام؟ شكرا جزيلا استاذ. هذا الشخص هذا كان خصنا نجيو نكرموه ويتكرم محليا ودوليا، لانه راه هذا العمل اللي قام به راه داخل في اطار ذاك النهج اللي نهجوه الملوك العلويين من اجل توحيد هذه الامه. هذا افتخار لنا، وهي قوه هذا الاختلاف والتنوع العرقي والتنوع الفكري اللي كتكون منه المملكه المغربيه، وهذه القبائل هي راه قوه نستثمروها احنا كمجتمع مدني، نخلقوا المحبه. من حقنا نكونوا مختلفين، اختلاف حق مشروع، ولكن الاحترام لبعضنا البعض واجب. والسلام عليكم. وحتى احنا برساله اعلاميه نيابه عن جميع الإخوان والأخوات الإعلاميين، سواء المنابر الوطنية وكذلك المحلية والجهوية، كنشكركم جد الشكر، ونيابة كذلك على لسان فعاليات المجتمع المدني اللي كاينة في المنطقة وفي الإقليم، كنقول لكم شكرا جزيلا على هذه الوقفة ديال اللحمة والجسد الواحد. إذا اشتكى يعني متحف تيزا بشيء تداعى له سائر جسد أبناء المغرب بالسهر والحمى. عافاك بازيك النيو ستير سنت مازيخت. شكرا نائب البرلماني المحترم، شكرا ماريك النيو. أنا التحق الأستاذ إن شاء الله نسمعوا لكم. ماشي هذه غير، لأن فاش كتقرا ذاك الحكم ديال كتلقى العبرة بالحدود، العبرة بالحدود، نحن نقول العبرة بالوجود. شكرا جزيلا. باص باص باص.